يا ترى لسه عندك أمل إنك تخف ولا خلاص فقدت الأمل؟ كتير من الحالات بيبقى جرب حاجة واتنين وتلاتة لكن النتيجة صفر أو النتيجة مش زي ما هو عايز. علشان كده صحتك بدايتها إن يكون عندك أمل، زي قصة مثلا مدام فوزية. هي حد كبير في السن، راح كتير، لف كتير، في الآخر بيلاقي قدرته على الحركة وقدرته على استخدام جسمه بيقل معاه، بس هنا الحياة وقفت؟ لأ. ميزة مدام فوزية إن كان عندها دايما أمل، دايما بتشوف إن الخطوة الجاية هي الأمل. حصل معاها إن كانت دايما منتظرة كل خطوة هي الخطوة الأخيرة، الخطوة اللي تخليها أحسن، بس ما كانش فيه توفيق. لكن مع الاستمرار الألم، مع استمرار الأخذ بالأسباب، مع تغيير حاجات يومية في العادات اليومية في حياتها للأفضل، بقى عندها أمل وبقى عندها نتيجة وبقت أحسن من الأول. انت كمان دايما عندك امل، دايما خذ بالاسباب، دايما هتكون زي الفل.